النهارده سعيد باداء لعيبتي، وطبعا مبروك للنادي الاهلي. النادي الاهلي بالنسبه لنا مش طرف في الاخطاء اللي حصلت النهارده. انا شايف ان كنا اقرب للفوز، اقرب للتعادل، لكن طبعا كابتن ابراهيم بيتكلم على ضربه الجزاء لينا وضربه الجزاء والجون اللي اتلغى، ولكن يعني احنا مش هنعمل مؤتمرات صحفيه وبعد خطا ممكن غلطه واحده او ظلم واحد نعمل أفضل. ما عندناش القدره دي، نادي مصر ما عندوش القدره دي. فانا بقول ان المنظومه في مصر لن يتصلح حالها في ظل وجود كم الفساد اللي موجود في الكره في الرياضه المصريه. انا بس مش هتكلم غير في حاجه، انا مش هتكلم بقى النهارده لينا بنالتي لينا بتاع ومش عارف ايه وضرب الجزاء وجون متلغى، لا انا هتكلم في حاجه اذا كان يرضيك يا مهيب، اذا كان يرضيك يا كابتن حماده صيدي، يا كابتن مدحت، الجمهور اللي سامعين، ان لاين مان بيهددني على الخط وهو جنبي بيقول لي مش هسيبك وهبطلك كوره، وانا دي بالنسبه لي انا كاني واحد بيقتلني، يعني انا اخد حقي ازاي؟ ولما اتكلم في المؤتمر الصحفي ودخلت مؤتمر صحفي عشان اخد حقي، انا اول مره اتكلم في حاجات انا مش مصدق، انا متفاجئ ان لاين مان كان بيتفرج او قبل ما يتولي كان بيتفرج على حسام حسن وبيهددك مثلا على كابتن مهيب وكابتن حماده صدي ولا مدحت بيقول لك هبطلك كوره ومش هسيبك على الخط حسام حسن. انا مش هتكلم في الكوره ولا بنالتي ولا جون ولا رقم، ماليش علاقه بالقصه دي خالص. في حاجه اسمها كرامه، في حد واحد لو وسام الجمهوريه اللي احنا واخدينه ده في يوم من الايام بعد كاس العالم 90 او 98، هل هو مش محسوب؟ معنى ان انت راجل خدت وسام الجمهوريه يبقى انت خدمت البلد دي. ان لاين مان يقول لي الطريقه دي، اذا هو معتمد ان مفيش اتحاد كوره هيحاسبه، ومفيش، وانا بقول هو وزير الشباب والرياضه، مش ولا اطلب منه هو وزير الشباب والرياضه ولا اطلب من رئيس الوزراء، انا بطلب من الرئيس، استاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا بقول واحد قد بلده، اجتهدت على قد ما قدرت انا وابراهيم في كل حياتي كلها، اتكسرت اتعورت عشان بحب مصر وبحب المكان اللي انا فيه. في واحد في منظومه قلل مني وانا على الخط، ومفيش حد هيحاسبه، لان انا مقتنع تماما ان ما عنديش انا وزير الشباب والرياضه هيديني حقي ولا رئيس اتحاد كره هيديني حقي، لان انا ولا ابراهيم ولا طالبنا ولا قعدنا نحك مع الناس عشان على قاعدين نمسك منتخب ولا نمسك كره ولا حتى المسؤولين في الرياضه احترموا يا مهيب. احنا اول مره نتكلم في الموضوع ده، احترموا حتى الراي العام اللي ماشي في الشارع، الست، الراجل الصغير، العيل، قال لك كان نفسهم فلان او حد يمسك كذا، ما احترموش. مش قضيتنا ولا انا وريم طلعنا اتكلمنا في حاجه دي، احنا ما بنطالبش ولا نعمل حق ولا حقنا في حاجه. حقنا يا مهيب ان الناس دي في واحد غلط هتقول لي طبعا دخل السيد الرئيس، لا ما هو انا مش واخد حقي في شغلي وفي تعبي، واحنا بنلعب واحنا بنتدرب، مش واخد حقي، مش واخدين حتى حق احترام. انت النهارده لما يكون حد بيستغيث بمواطن، بيستغيث بمنظومه والمنظومه فاسده، لا انا بطلع، انا بتكلم مع اعلى مكان بعد ربنا في البلد، ربنا ثم رئيس الجمهوريه. ايه ده يا كابتن؟ ايه ده يا كابتن؟ الكلام ده ايه ده؟ معاك سمع، مفيش حد يعتمد عليه في اتحاد الكوره ولا مقتنع بيه انه هيعمل حاجه، ولا وزير الشباب والرياضه، في رئيس الجمهوريه برئيسه وبعدين رئيس الوزراء. انا في واحد اتهان، وفي واحد ليه مكانه في مصر، لو في لينا مكانه في مصر ان واحد لاين مان يتكلمني بالشكل ده مهم. انا مش بتكلم دلوقتي ولا على بنالتي ولا على جون، بص اكشن الماتش يولع كله خلاص، احنا تعبنا. انت اسم كبير يا كابتن حسام وتاريخ، ومحدش ينكر العطاء عطاءك. انا عايزك تهدى، بس انا عايزك تهدى، لان انا هادي، يعني عايزك تهدى لان انت كابتن حسام حسن مش محتاج ان انت تتكلم. طيب يرضيك في المؤتمر الصحفي، يرضيك في المؤتمر الصحفي اقول الكلام ده اول، وانا اول مره اطلع اخش في المؤتمر الصحفي، انت عارف ان انا ما بكلمش مع حد، وانت كمان يا مهيب انت من اول اقرب الناس لينا، عمري بعتذر لك كتير عشان ما اطلعش، صح؟ اكيد. انا لما بطلع ومقدر دوت، انا لما بطلع دلوقتي انا مش بتاع كلام ولا بتاع تلميع، زي المدربين كتير، انا ده حصل خطا في حقي يعني حق الكره المصريه. لو الناس مقتنعه ان حسام حسن ليه حق في البلد دي،
انا مش بقول انا عايز اديني مكافاه ولا مسكني حاجه ولا انا بقول انا حصل اهانه من واحد من منظومه بتاعت كره اتحاد الكوره. طيب خلاص احنا يعني في اتحاد الكوره لازم يحقق في الموضوع ده ولازم يشوف الموقف اللي حصل ده حصل ليه واللاين زمان عمل كده ليه، لان طبعا اسم كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم اسمين كبار في الكره المصريه وما ينفعش ان لاين زمان يكلم. يقول لي كده ابراهيم؟ لا ما ينفعش. انا خدت انا وهو يقول لي كده؟ لا ما ينفعش. يقول لي مش هسيبك ابطلك؟ لا. وقبليها نادى اللاين مان نادى الحكم اداني انذار بدون مناسبه ما اعرفش ايه حسب البنالتي، البنالتي جوه وانا اتكلمت. سيبك من الانذار، انت دلوقتي بتهددني وانا جنبك عشان ما حدش سامع غير انت. حتى كابتن ابراهيم في اللقطه اللي جت في التلفزيون بيقول لك اهدى في فار بالظبط ورجعت ورا بالظبط، ما كانش في اي تجاوزات، بالعكس انت قايم قال لك ارجع في فار. ربنا يعني كابتن ابراهيم كان مركز. بعد الجون ما اتلعب، بعد ما جه الجون والبنالتي والكوره بعيده خالص والكوره اللي بعيده الناحيه الثانيه وهو جنبي، قال لي مش هسيبك هبطلك كوره. ايه السبب؟ ايه السبب اللي خلاه قال كده يعني؟ ايه السبب؟ ممكن يا عم مدحت انت ازاي؟ ايه ده يا كابتن؟ ايه ده؟ ايه ده يا كابتن حسام؟ يا بابات كل سنه وانت طيب يا كابتن حسام، عشان بس يا كابتن مصر كان امبارح ايه ده انت وكابتن ابراهيم؟ السنه الجايه ما اكونش في البلد دي خالص. لا يا كابتن مصر، يا كابتن، يا كابتن ايه كابتن ابراهيم؟ طب ناخد كابتن ابراهيم شويه. بقول لك، بقول لك يا بابان، كابتن ابراهيم يا بابان، بص يا مهيب، احنا كلنا جالنا زور، احنا كلنا جالنا زور على العقاب، لان كان كله اوف اوف، ولقينا الاخ ده طلع بطريقه عصبيه، كلنا اتصدمنا، حصل لنا صدمه. طب نهدي بقى كابتن حسام شويه، دي ماتش كره قدم، وبعدين انتوا عاملين ما شاء الله مع المصري مستوى رائع جدا والدنيا ماشيه زي الفل، والسنه الجايه يعني اكيد اكيد الفرقه دي انتوا جيتوا لقيتوها كده يعني، انتوا تبني ان شاء الله السنه الجايه يعني، انت برضو بتشتغل مصري بادوات مش ادواتك، لا انت اخترتها، هي مرحله هتعدي، مرحله وهتعدي. لك يا حماده عايز اكد لكم حاجه، معلش يا ابراهيم ثانيه واحده اتفضل. عايز اقول لك حاجه، احنا جدا في المهمه بتاعتنا، والنادي المصري قبل ما نمسكه بظروف صعبه، والسيد الراجل المحترم المحافظ والحاج سمير حلبيه لما خلاص النادي خلاص بيموت، احنا جابونا في الوقت اللي احنا خلاص النادي المصري كان فوقيه مين بقى؟ الخمس ست فرق اللي هما تحت دلوقتي، كانت الجونه فوق المصري، المقاولين فوق المصري، المقاصه الشرقيه ايسترن. احنا دلوقتي في مكانك، احنا في مكانه كويسه دلوقتي طبعا، وحاولنا وحاربنا ان احنا بنعمل المستحيل، دي مش دي القضيه، وانا عارف وجمهور وجمهور المصري عارف، ما حد كان هينقذ النادي المصري غير بعد ربنا، ان الناس اللي بتحافظ عليه وبتخاف على اسم بلدي مصر بورسعيد، احنا ولا اتولدنا بورسعيد ولا لعبنا واجتهدنا في مصر، ومع ذلك الحمد لله ان احنا انا وجهازي وصلنا ان النادي ان شاء الله يقعد السنه دي بعد الظروف اللي حصلت له. احنا جايين بعد خساره 7 ماتشات ورا بعض. عارف يعني ايه؟ وانت عارف كلام طبعا كويس. طبعا طبعا عارف، وده ما بقول لك كل الفرقه اللي تحت دي، جونه والمقاولين وكلهم كانوا فوق المصري. فاللي بيحصل دلوقتي ان احنا بنقطع نفسينا على الفريق عشان يقعد في الدوري، وان شاء الله يقعد في الدوري، هو دي المهمه. يا كابتن حسام، يا بابان، يا بابان، يا مدحت، يا بابان، يا بابان، انت مش محتاج تقول الكلام ده يا كابتن حسام، الدنيا كلها عارفه مين الكابتن حسام حسن ومين الكابتن ابراهيم وعملوا ايه لمنتخب مصر وعملوا ايه للدوله. لو في حاجه من ديت حصلت فعلا زي ما مهيب بيقول لازم يحصل فيها تحقيق ولازم يتخطر بيها اتحاد الكوره فورا، زي ما حصل بالظبط كده، عدم اعاده الهدف كله تحول للتحقيق، الكل تحول للتحقيق، يعني كل وحده التصوير يا كابتن حماده تحول للتحقيق، انما كابتن حسام مش محتاج كابتن حسام انت تقول الكلام ده يا كابتن، لان احنا عارفين مين الكابتن حسام حسن ومين الكابتن ابراهيم حسن. تخيل يا كابتن مدحت ان اون سبورت اللي حضر المؤتمر الصحفي والقناه اللي حضرت لغوا الكلام اللي انا قلته، ان انا بقول لهم حقي ان اللاين مان غلط فيا، والحكم الاستاذ المحترم المراقب قال لي انا هعمل كل حاجه، وقلت انا دلوقتي اون سبورت، اون سبورت ما جابتهاش يا حسام؟ بالظبط. طب انت الام بي سي جابها لك اهو يا كابتن مصر، احنا بنوصل الرساله بتاعتك يا كابتن، بس انا اخوك الصغير، انا هقول لك بس انا اخد حقي بايدي قوي. لا طبعا يا كابتن، لا يا كابتن حسام، يا كابتن حسام، اقول لك حاجه يا كابتن حسام، طب كابتن حسام احترمت
طيب ممكن نتكلم بس يا كابتن حسام يا كابتن ابراهيم. طيب يا كابتن ناخد كابتن ابراهيم يا جماعه. حسام ايه ده؟ حسام شويه ايه ده؟ حسام ايه ده؟ انت كبرنا كبرنا بقى على الكلام ده خلاص. ايه كابتن حسام عشان ايه ده كان زمان صحتك في الاخر احنا اللي هنطلع عصبيين. لا خالص انت بلغت الرساله ورسالتك كانت واضحه يا كابتن حسام وحقك اكيد هتاخده ورسالتك واضحه وانت نجم كبير ولازم تهدى ومباراه زي اي مباراه وانتوا عاملين مجهود كبير محدش ينكره. انت وجه رساله للاتحاد. انا عارف انا عارف ما بتكلمش على المباراه. انا عارف يا كابتن خلاص الماتش راح يا مهيب وخلص. انا ما بتكلمش على انا بقول لك ماتش راح في لجنه التحكيم في لجنه تحكيم جديده. انا ماتش يا مهيب تمام اتكلمت على ماتش دلوقتي يا مهيب. لا خالص لا خالص انا بكلمك دلوقتي حقك اهدى عشان تاخد حقك. نهدى عشان تاخد حقك يا كابتن. انا بقول لك مالي ومال الماتش. بص يا مهيب النادي الاهلي مش شرف فيه النادي الاهلي مش شرف خالص. وكابتن ابراهيم قال كده عايز يقول حاجه وكابتن ابراهيم قال كده.